اهلا بكم من جديد، حلقه جديده شوق والريد. يا رب تعجبكم هذه الحلقه. ما زال الراحل المقيم العبقري ابراهيم الكاشف فيما بيننا، وبيننا هو دائما في كل هذه الاعمال الضخمه اللي حتستمر لاجيال قادمه. طرق ابراهيم الكاشف منهج جديد في التلحين زي ما اسلفنا في حلقات سابقه. يعتمد في اساليب متطوره جدا، يعتمد تفاصيل النغمات المحليه برضو زي ما ذكرنا في بعض الحلقات، وكمان برضو خاتف ذهنه مساله هامه وهي انه تعبير الموسيقى عن الموضوع والمحتوى الكلامي، بحيث يعني تنطلق بافضل شعور ويكرس ليها او يحشد فيها افضل شعور يمكن يتولد عند سماع الجمل والكلمات. وتحرر العبقري ابراهيم الكاشف من اجل ذلك من كل قيود الماضي، وكان بالضروره هو صراع ما سهل وتمرد على قديم كان لمدى قرون تمرد عليه هذا العبقري، وخلق هذه المدرسه، مدرسه الكاشف. والحركه الموسيقيه فعليا هي مش نقدر نقول كانت مقبله، لكن كانت هي في القالب المحدد معين في الوقت ذاك، قوالب جامده لحد كبير او اللحن الدائري اللي تكلمنا عنه. ولاول مره المدرسه التعبيريه في الموسيقيه طرقها الكاشف طبعا على المستوى السودان يعني. الطريق ما كان سهل طبعا، والجديد دائما محريبه وخوف، وكل ما هو مجهول مخيف بالنسبه للمشاهد او المستمع، فبحاول كحاله دفاعيه يتمرد عليه عشان يتخلص مما هو جديد، باعتبار انه استمر فيما هو قديم لفترات ما قصيره. كان باستطاعه ابراهيم الكاشف انه يستمر في ما مضى يعني، في ما من سبقوه في الموسيقى ومن اسلافه من الفنانين يعني، في طرق نفس الموضوعات والبعد عن الصور البائسة والمؤلمة للشعب بأكمله. كان ممكن يستمر في هذه الصورة، لكن هو فرد يعني صدره لأرحبة أخرى، لرحابات أخرى من خلال تمرده على هذه المدرسة القديمة اللي هو جا بعدها يعني. المهمة دي برضو زي ما قلنا ما سهلة، ودي مهمة الفن طبعا بالضرورة يعني. وهنا وجد الكاشف في عصر كان زي ما أسلفنا استمر لقرون أو لسنين في نفس المنوال. الفن كان في الوقت ذاك للمتعة فقط، وهو أصبح يجعل من القصيدة البسيطة والمليئة بالشجن في نفس الوقت قطعة فنية خالدة تحتفظ بها الأجيال، والدليل أنه نتغنى بغنيات الكاشف إلى هذه اللحظة، وأجيال قادمة ستتغنى بغنيات الكاشف. لأول مرة منذ عهود طويلة لم يعد الغناء مقصورا على الطرب الفز، وإنما غنت الجماهير الحانوا بسهولة يعني، وأصبح تحفظوا بسهولة. والانقلاب الذي أحدثه الراحل المقيم العبقري إبراهيم الكاشف في الموسيقى لم يكن في الأوساط المحترفة، لكنه غير المتلقي أيضا، وخلق جمهور جديد وهو غالبية الشعب، وخلق من الفن الشعبي فن حديث راقي تستخدم فيه الآلات الوترية على كمثال. وطلع الغنى بعد ذاك من الصالونات، طلع إلى المسارح والشوارع والبيوت والمقاهي، وردد الناس أناشيده في المظاهرات، في غنى السباتة زي ما تكلمنا في واحدة من الحلقات قبل كده. وتمرد الكاشف كان واضح على الأنماط التقليدية، وحاول القفز فوقها او من فوقها من خلال الموضوعات الحياتيه البسيطه مع تناول بقالب مختلف، كما تمثل في ذلك في اغنيته زائعه الصيت يوم الزياره، وصاغها شعرا رفيق دربه وعمره وتجربته
الشاعر عبيد عبد الرحمن. والشاعر عبيد عبد الرحمن وما أدراك ما عبيد عبد الرحمن، وهو يعتبر من أكثر الشعراء اللي تغنى لهم مطرب ابن إبراهيم الكاشف. ولعله أغنية يوم الزيارة رغم بساطة موضوعها ومحتواها لكنها تميزت بلغة سلسة ذات انسياب خاص وتحفظت أيضا. أغنية يوم الزيارة حلق الكاشف عاليا بمضامين ضمن القصيدة الباهرة والجديدة. أفكاري حيارة ضاعت باختيارة، حبيبي آه وقلبي تاه في يوم الزيارة. الدنيا وعمارة، الجنة ونعيمة بزهورة وثمارة، الناسع بياضة والفاتح صفارة والغامق خضارة. لون دي ألوان دي صورة، قطوف في خدود يضون وخدود بدون إمارة. ده ما كتب في هذه القصيدة، وحبيبي آه هي الجملة الحاضرة في هذه القصيدة. حلقتنا جديدة أستاذنا سراج، الليلة وبنختار واحدة من أغنيات عيون أغنيات الرحل نقيم كاشف وعيون قصائد عبد الرحمن الريح. أفتكر أغنية الزيارة يا محمد، أنا عندي لها قراءة خاصة أو من زاوية ثانية من خلال نص الأغنية. يمكن دي بتمشي لنا في اتجاه فكري في إنه الفن كيف هو ضرورة في الحياة، والناس اللي بتتكلم عن الحلال وعن الحرام في الغنى بلغة فيها نوع من الغلو والتعصب والتشدد. الأغنية اسمها يوم الزيارة. نحن ورجعنا للتاريخ الغنائي السوداني، يعني لو وقفنا في نموذج زي كمال ترباس لما نغني ومي الله يسلمك في الدنيا يوم يألمك وديك لي طول العمر، دم هو دعوة لبر الوالدة وبر الوالدين. تحية لي ترباس، تحية أستاذنا تيجان حاج موسى. وعبد العزيز محمد داود لما نغني نادوا لنا أهلنا يقدوا لنا بالكتاب والسنة. صحيح. طيب ما أغنية ضد الزواج العرفي أو الأشكال الما معروفة لل صحيح. حتى لما نجي لأحمد اللمين في قالوا متألم شوية يا أخي بعد الشر عليك، الشر عليك. كويس. هي ذاتها هذه الأغنية بتمشي في نفس الاتجاه اللي هي إذا ما قال صلى الله عليه إذا مرض فعدفه، مش كده؟ نعم صحيح. عيادة المريض ده جزء، ده حاجة أوصى بها الدين الحنيف. فالناس اللي بتتكلم بغلو عن الغناء وبتشدد، كيف نحن عبر الغناء يمكن نوصل حتى الدين صحيح. للناس بدون تشدد. صحيح. شوف الأغنية رغم بساطة موضوعها واللي هي كان يوم الزيارة ده واحدة من خلينا زمان كان عشان ألاقي الحبيب محبوبته بلقى معاناة. صحيح. ويوم الزيارة هو جزء من محاولة اختلاس النظر للحبيب للمحبوب. يمكن جزء كبير جدا من الغناء السوداني كتب النظرة الخالصة دي. أفتكر إنه هي الأغنية ذاتها في حد ذاتها مشروع توثيقي ليوم. نعم. وسقت يوم معين زي أغاني كثيرة في أغاني الكاشف زي المهرجان. نعم. كانت هي توثيق لحالة أو للحظة. وهي ذاتها كانت جزء من الامتداد الجمالي ما بينه وما بين شاعر عبيد عبد الرحمن. نعم. في أغنيات كثيرة. نعم. أستاذ عماد كيف أحوالك؟ الله يسلمك. يوم الزيارة عندك فيها كلام؟ والله أنا بفتكر إنه يوم الزيارة دي يعني الواحد إذا جعل لها الأغنية كلها بتتمحور في الآه. حبيبي آه وقلبي تاه. محور كل الأغنية في التأوه. هنا التأوه ما عشان في جول أيام ولا هي، بالرغم إن اسمها الزيارة. نعم. زيارة كان جوا المستشفى زي ما قال أخونا سراج. نعم. لكن التأوه هنا تأوه عشقي. وزي ما ذكر لك أخونا سراج المسألة بتاعت إنه الناس كان بتعاني في إنه تشاهد المحبوب. نعم. فكان يعني بفرص في يعني الشموع الواحد اللي قاله فرصة كده عايز يمشي المستشفى يمشي لهناك. نعم. يمشي المولد يمشي لهناك عشان معنا يشتري نظرة. نعم. أيوة. فأنا بفتكر إنه ده ذكاء وذكاء خارق جدا. نعم صحيح. استخدمه الشاعر في إنه
هو مقدم لنا ابداع زي ده يعني. اسمي ما قاعد نسلك نظره بالمناسبه، قاعد في السوشيال ميديا كل الاشياء الان متاحه. نعم نمشي يوم الزياره. Oh,
شكرا جزيلا عماد، وشكرا جزيلا للفرقه الموسيقيه المصاحبه لمره ثانيه. وقال فصود في خدود يضون، طبعا الا نقول الترجمه تحت الشاشه بالنسبه لجيل كامل يعني، واللي هو المفروض الشلوخ بطبيعه الحال يعني، صحيح؟ معنى بديع ومعنى جميل، وهو متسق مع المعاني في ذلك الزمن. لكن انا دار اتوقف في جزئيه عبد غيرة الكاشف في التصوير. شوف يا عبد الرحمن محمود، اقصى حاجه اقصى الم في الدنيا دي يمكن يعاني الانسان انه ما ينوم. الشاعر لما كتب شال ما نام عينيه توارى، هي كلمه تعليها بسيطه صحيح في شكلها الكتابي، لكن شوف قدره الكاشف في تصويره والضغط على الكلمة عشان ينبه المستمع على كلمة شال. كان فيها مد ومد طويل جدا، وعماد ذاته أنا بحييه يعني مشى فيها مسافات بعيدة في صوت شال. الكاشف قدر ينبهنا لشال منام عيني توارى لغياب النوم من عيونه بتصويره لكلمة شال. وبعد ذاك رجع حتى في شكل الخطاب للحنية لسه نون، واستخدامه ذاته حتى للتعبير ده اللي وده الجزء ده الثنائيات الوجدانيه القايمه بينه وبين عبيد عبد الرحمن في مجمل الاغنيات اللي انا افتكر كلها كانت اغنيات ناجحه. نعم، تسلم يا استاذ، يديك العافيه يا عماد، يديك العافيه. الله يديك العافيه يا اخي. انتهت حلقتنا، كل الناس في كل مكان، بكره لقاء جديد. شو جريد، هنكون مشتاق لك بكره، ما تمشوا بعيد، خلوا بالكم من راحتكم. السلام عليكم.